أحييكم وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. كالعادة نبدأ بأبرز العناوين. بدء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وماكرون يبحث عن الأغلبية. الناتو يحذر من سنوات طويلة لحرب أوكرانيا، ولندن تدعو إلى دعم أوكرانيا بكافة المجالات. المفاوضات الليبية في القاهرة تختتم اليوم، وويليامز تتحدث عن لمسات أخيرة للإطار الدستوري. ومشاهد مسربة تظهر استمرار سياسات ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال رغم التنديد الدولي. أهلا بكم. انطلقت اليوم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ويتنافس بهذه الجولة بقوة الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد بزعامة جان لوك ميلانشون والتحالف الرئاسي معا بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونشر الرئيس ماكرون جملة من التغريدات دعا فيها الفرنسيين إلى التصويت بكثافة لما وصفه ببرنامج جمهوري ومنفتح، متعهدا بالمصادقة في الخريف المقبل على قانون يدعم القدرة الشرائية للفرنسيين. نتائج الانتخابات هذه ستكون مهمة جدا للإليزي، وستحدد هامش المناورة للرئيس إيمانويل ماكرون للسنوات الخمس القادمة في مواجهة أحزاب اليسار الموحدة. هذه الصور مباشرة الآن من هذه الانتخابات التي تجري في فرنسا، هي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية. كما ذكرنا، التنافس قوي بين الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد بزعامة جان لوك ميلانشون، وأيضا التحالف الرئاسي معا بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأيضا كان الرئيس ماكرون نشر جملة من التغريدات دعا فيها الفرنسيين إلى التصويت بكثافة لما وصفه ببرنامج جمهوري ومنفتح، متعهدا بالمصادقة في الخريف المقبل على قانون يدعم القدرة الشرائية للفرنسيين. البعض يعتبر مشاهدينا بأن نتائج هذه الانتخابات ستكون مهمة جدا للإليزي، لأنها ستحدد هامش المناورة للرئيس إيمانويل ماكرون للسنوات الخمس القادمة في مواجهة أحزاب اليسار الموحدة، وهي أيضا التي ستعطي فكرة عن طبيعة الحكومة التي ستكون في فرنسا في الأيام المقبلة. لا أدري إذا كان أصبح ضيفنا جاهز لنتابع هذه التطورات الحاصلة في فرنسا. على كل حال، نحن ما زلنا نتابع هذه المشاهد المباشرة. يعني على كل حال، في المرة السابقة بالجولة الأولى الاقتراع لم يكن بالمستوى المطلوب، أو لم تكن نسبته كما كان يأمل المسؤولون في فرنسا. وطبعا في هذه الجولة الثانية هناك آمال تعقد بأن تكون نسبة الاقتراع أكبر وكثيفة. هناك العديد أيضا من الفرنسيين من أصل عربي، هم من أبرز المرشحين أيضا في هذه الانتخابات الفرنسية، وخاصة عن المغتربين.
كنا تابعنا في الأسابيع الماضية الكثير من البرامج لهؤلاء المرشحين الذين يودون خدمة فرنسا طبعا، وبالتالي أيضا أن تستفيد بلادهم الأم من وصولهم إلى هذه الندوة البرلمانية. نتابع هنا الصور المباشرة. هذا هو العازل حيث يدخل المقترعون إلى وراء هذا العازل من أجل القيام بحقهم في الاقتراع. يبدو بأن ضيفنا أصبح الآن جاهزا. نتابع مع المحلل السياسي أستاذ مصطفى توسى، ينضم إلي من باريس الآن هذه الانتخابات. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا، ماذا يمكن أن تخبرنا عن نسبة الاقتراع وهي العيون شاخصة اليوم عليها لأنه بالجولة الأولى لم تكن بالمستوى المطلوب؟ نعم، نسبة الاقتراع حتى الساعة يعني ليس هناك أي رقم، لأن وزارة الداخلية الفرنسية تعطي رقما رسميا بمنتصف النهار بتوقيت باريس، لكن هناك توقعات من أن يعني تشهد هذه الانتخابات عزوفا يعني كالدور الأول. نقطة علامة الاستفهام الموجودة وهو أنه جون لوك ميلانشون زعيم اليسار خلال هذا الأسبوع الذي عشناه حاول أن يعني يقنع الشباب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع ولمحاولة التغيير في النتيجة. لا نعرف ما إذا كانت هذه الدعوات التي طلبها جون لوك ميلانشون اليساري جون لوك ميلانشون من الشباب هل يعني تلقت أصداء إيجابية وتوجه يعني إلى أستاذ مصطفى الاقتراع. إلى من تميل دفة النجاح في هذه الجولة، أكثر إلى اليسار أم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة بعد هذا التكثيف الدعائي من قبل ميلانشون في الأسبوع الأخير كما ذكرت حضرتك الآن؟ نعم، هو يعني استطلاعات الرأي وكل التوقعات تقول بأن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على أغلبية، لكن ما هي هذه الأغلبية؟ هل هي أغلبية مطلقة كتلك التي حصل عليها في الولاية الثانية الأولى أم أغلبية نسبية؟ هذا هو السؤال المطروح. السؤال الثاني، اليسار الذي سيدخل، اليسار واليمين المتطرف الذين سيدخلون بزخم كبير إلى قبة البرلمان، السؤال بأي حجم، بأي أفواج، بأي عدد من المقاعد يمكن أن يدخلوا إلى قبة البرلمان؟ أستاذ مصطفى، هذا يأخذنا إلى سؤال، إلى أي حد نتائج هذه الانتخابات ستحدد هامش تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون في سياساته للخمس سنوات المقبلة؟ نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية وهو في صلب اللعبة السياسية الفرنسية حاليا. الدورة الثانية، نتائج هذا المساء ستحدد ملامح الولاية الثانية، ستعطينا فكرة هل الرئيس إيمانويل ماكرون سيستطيع أن يدير شؤون البلاد ويمرر القرارات المشاريع الإصلاحية بطريقة مريحة، أم هو سيرغم بطريقة أو بأخرى على يعني الدخول في منطقة التفاهمات والتحالف مع أحزاب أخرى. هذا هو مهم الآن. يعني أنا أعتقد ويعني هناك من يقول بأن هذه الدورة الثانية أهم من الرئاسيات لأنها هي التي ستعطينا المود العام لخمس سنوات المقبلة في فرنسا. إذا لم يحصل إيمانويل ماكرون على أغلبية مطلقة فإن يعني الطريق سيكون معبد بالشوك والصعوبات والتحديات. طب هنا أيضا أستاذ مصطفى، ما هي السيناريوهات لتشكيل هذه الحكومة؟ كيف ستكون مثلا طبيعتها؟ ماذا ستكون أولوياتها؟ أبرز التحديات التي ستواجهها؟ نعم، يعني أي حكومة تأتي في هذه الظرفية سيكون على عاتقها إدارة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصادية، يعني محاولة الدفاع عن القدرة الشرائية للفرنسيين، محاولة حماية أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، محاولة تقديم رزمة من الإجراءات التي تصب في خانة الدفاع عن المواطن ومصالح المواطن الفرنسي. هل الرئيس إيمانويل ماكرون سيستطيع أن يقوم بذلك إذا حصل على أغلبية مطلقة أم نسبية؟ هنا يعني التساؤل المطروح، لأن ليس هناك أي اهتمام آخر يشد بال الفرنسيين حاليا هو القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المهدد بمزيد من التردي ومزيد من الانهيار. نعم، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب التهاب الأسعار والتهاب يعني أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية.
شكرا لك من باريس المحلل السياسي مصطفى توسى على هذه المشاركة معنا. نشرتنا مستمرة، سنتابع بعد الفاصل. الحرب المباشرة ليست خيار الصين الوحيد لإخضاع تايوان. أهلا بكم من جديد. دعا الأمين العام لحلف الأطلسي ستولتنبرغ في تصريح لجريدة ألمانية إلى الاستعداد لحقيقة أن تستمر حرب أوكرانيا لسنوات، محذرا من التقاعس عن دعم كييف حتى لو كانت التكاليف باهظة. وأضاف ستولتنبرغ أن تزويد كييف بأحدث الأسلحة سيزيد من فرصة تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية. تحذيرات أمين عام الناتو دعمها مقال لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في صحيفة ساندي تايمز، حيث رأى جونسون أن على الحلفاء الغربيين الاستعداد لما وصفها بالحرب طويلة الأمد في أوكرانيا. وحدد جونسون الدول الغربية على تقديم دعم متواصل لكييف أو المخاطرة بما وصفه أعظم انتصار للعدوان في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. كما قال في مقاله إن الدول الأجنبية الداعمة لكييف يجب أن تتحلى بالجرأة لضمان أن تكون لدى أوكرانيا القدرة الاستراتيجية على الصمود والانتصار في النهاية. جونسون تحدث عن خطط دعم من 4 نقاط تساهم في تعزيز موقف السلطات الأوكرانية. أولها دعم كييف بالسلاح وتمويل أكبر من أجل دفع أجور العمال الأوكرانيين، إضافة إلى تطوير طرق النقل البري لضمان استمرار الاقتصاد الأوكراني في العمل، ثم التركيز على مسألة الغذاء وحل معضلة الحصار. في السياق، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي أن البنتاغون يدرس إرسال 4 منظومات صواريخ إلى أوكرانيا. وأوضح المصدر أن المنظومات ستكون من طراز MLRS، مشيرا إلى أن المنظومات ستكون ضمن حزمة مساعدات واشنطن إلى كييف. وقالت الصحيفة أن البنتاغون نقل مسبقا 4 منظومات من طراز هيمارس. قال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية أن الوضع في شمال مدينة خاركيف صعب للغاية، وأشار إلى محاولة تقدم للقوات الروسية في شمال المدينة الأوكرانية سعيا منها لشل الحركة في المدينة مرة أخرى. يأتي ذلك بعد أن قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة الجبهات الأمامية لقوات بلاده، واصفا المقاتلين بالرجال الشجعان الذين يعملون بجهد. وشملت الزيارة مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي استحوذت عليها القوات الروسية. وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيا متضررا بشدة ويعقد اجتماعا مع مسؤولين محليين في المدينة. من الواضح هنا أن الحرائق تنتقل من مكان إلى آخر، وأن القذيفة عندما تسقط تحرق وتخرب وتدمر كل شيء. هذا المكان هو عبارة عن عدة بيوت، انتقلت النيران من هذا البيت إلى البيت الآخر وما زالت النيران مشتعلة، ورجال الإطفاء والطوارئ يحاولون إطفاء النار والحرائق حتى لا تنتقل أكثر وتلتهم البيوت المجاورة. كان هناك قصف صاروخي في وسط البيت ونشب الحريق جراء القصف. لقد كنت مع زوجي في المطبخ وفجأة انفجر شيء لا نعرف ما هو مع صوت ضخم، وفتحت الشبابيك من قوة الانفجار، وسمعنا مزيدا من الانفجارات أيضا. لم يقتل هنا أحد وليست هناك إصابات، لكن القصف مستمر من ساعات الصباح الباكرة وحتى الآن. أصبحنا لا نستطيع الصبر على هذا الحال، صبرنا كثيرا ولكن يجب إنهاء المسألة بسرعة. لدي 3 أطفال، وعندما بدأ هذا كله بالكاد وصلنا إلى الملجأ مع أبنائي، وبعد ذلك انفجر الصاروخ. مئات القذائف والصواريخ تسقط على مناطق مختلفة وأحياء متفرقة في مقاطعة دنيتسك. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار من أطراف مقاطعة دنيتسك.
مع تواصل المعارك شرق أوكرانيا، تشهد بلدة ليسيكانسك قرب مدينة سيفيرودونيتسك قصفا عنيفا، في حين يستميت الجيش الأوكراني للدفاع عنها في مقابل سعي القوات الروسية للسيطرة على المنطقة الصناعية الشرقية. وفيما يشكو الأوكرانيون من نقص في السلاح والذخيرة، تبحث روسيا عن حل مشكلة نقص أعداد الجنود التي تعرقل خططها العسكرية. نتابع. في هذه البلدة الصغيرة في الشرق الأوكراني الملتهب لم يبقى سوى آثار الأدخنة والرماد وبيوت هجرها أهلها. هذا الجندي الأوكراني يحمل بندقيته برصاصته الأخيرة، بينما رفاقه داخل المخبأ السري يتوسلون للحصول على الأسلحة. Нам приходить обладнання, яке використовує піхотне, по суті, обладнання. По суті, ми ведемо зараз таку засадно-партизанську війну. نقص السلاح أزمة أوكرانيا مع تصاعد شدة القتال والقصف الروسي على مناطق الشرق الأوكراني. كييف حصلت من الغرب على نحو 10% من الأسلحة وطالبت بالمزيد. وفي كل خطاب يكرر الرئيس الأوكراني مطالبه من الغرب بمد بلاده بالأسلحة المتطورة لإيقاف خسائر قواته التي وصفها بالمؤلمة أمام الهجوم الروسي المستمر. روسيا الطرف الثاني في الحرب، لديها مشاكلها الميدانية أيضاً، نقص في أعداد المقاتلين. فمع استمرار أشهر الحرب وارتفاع وتيرة القتال، تسعى روسيا جاهدة وبطرق مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين والدفع بهم إلى جبهات القتال. موسكو لجأت إلى عدد من الإجراءات المؤقتة، بدءاً من تقديم عقود مربحة قصيرة الأجل إلى السماح لمن هم فوق 40 بالتسجيل للقتال في المعارك، عدا عن التواصل مع قدامى المحاربين. استراتيجية قد تساعد في توفير عشرات الآلاف من الجنود الآخرين، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت وفق محللين أن القوات الأوكرانية بمساعدة المخابرات الأمريكية تمكنت من إلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف المقاتلين الروس تراوحت ما بين 10,000 إلى 15,000 جندي. ملوك الشيخ، العربية. ينضم إلي من كراماتورسك الصحفي محمد البابا. محمد، أهلا بك معنا. أين تتركز المعارك في هذه الساعات الأخيرة؟ كنا تابعنا الآن قبل قليل مع زميلنا رائد الأخبار بأن هناك قصف أوكراني كثيف على مناطق دونيتسك. بالفعل، الجيش الأوكراني يقوم منذ 3 أو 4 أيام بقصف مكثف وكبير على حوالي 61 نقطة أساسية لتواجد القوات الروسية في قطاع الدونباس، في قطاع لوغانسك، وفي منطقة معينة في قطاع لوغانسك. يحاول الجيش الأوكراني منع تقدم أو سيطرة القوات الروسية على الطريق الرئيسي من ليسيتشانسك باتجاه بخموت. وأيضا في محيط مدينة أو منطقة بيسكي وأدفييفكا تقوم القوات الأوكرانية بقصف كل تحركات الجيش الروسي في يعني أطراف مدينة أو غرب مدينة دونيتسك. ورأينا يعني كما أظهر في تقرير زميلنا رائد أن مدفعية الجيش الأوكراني أصبحت تطال أماكن وسط وأطراف مدينة دونيتسك، وهذا التطور بدأ يزداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد وصول مدافع هاوتزر وأيضا مدافع قيصر سيزر للجيش الأوكراني. هذه المدافع أصبحت متواجدة في القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي. طب أستاذ محمد، لماذا الاستماتة على ليسيتشانسك إن كان من قبل الدفاع من قبل القوات الأوكرانية أو من قبل الهجوم ومحاولة السيطرة عليها من قبل القوات الروسية؟ لأن ليسيتشانسك الآن هي آخر جيب كبير أو مدينة بشكل كامل تحت سيطرة القوات الأوكرانية. عفوا، ولكن أنا أود أن أوضح بعض الصورة العسكرية في شرق أوكرانيا. الجيش الأوكراني عقد اجتماعات وبدأ الآن يعني ضرب وكسر الاستراتيجية الروسية التي نجحت منذ شهر حتى قبل أسبوع، نجحت بالتقدم والسيطرة على مناطق شاسعة في قطاع الدونباس. هذه الاستراتيجية واجهتها استراتيجية جديدة وهي النيران المتبادلة وكثافة نيران من الجيش الأوكراني. وكنا نسمع أن خلال الشهر الماضي الرئيس الأوكراني يطالب بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وبعيدة المدى، وذلك ليكون هناك تكافؤ
في تبادل النيران بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي. الجانب الأوكراني حصل على أعداد معينة لا تتجاوز 200 إلى 300 مدفع، وهي عدد قليل بالنسبة للأعداد الكبيرة التي أو العتاد الكبير المتواجد بين الجيش الروسي. ولكن المشكلة التي يعاني منها الجيش الروسي كما ذكر في التقرير قبل دقائق أن هناك أعداد ضحايا كبيرة. وقال سيرجي ياداي صباح هذا اليوم أن الجيش الروسي خسر أعداد كبيرة وهائلة في سيفردونيسك، لأن القوات الأوكرانية في الاشتباك المباشر تحقق تفوق، وذلك بسبب الأسلحة التي حصلت عليها. طيب يعني من الممكن أستاذ محمد أن نشهد تغيير في توازن أو في موازنة القوة على الأرض في خلال الأيام المقبلة من خلال هذه الأسلحة التي تم استخدامها من قبل الغرب إلى أوكرانيا؟ التوازن بدأ ملموس منذ 3-4 أيام. القوات الروسية توقفت في المناطق التي احتلتها خلال الشهر الماضي، وأيضا يعني منذ أسبوع أو أكثر أو أسبوعين القوات الأوكرانية لا تزال متواجدة في داخل منطقة سيفردونيسك. هناك محاولات كانت لدخول إلى ليسيتشانسك، فشلت هذه المحاولات. هناك محاولات للتقدم في محيط مدينة أوزيوم أيضا فشلت، والجيش الأوكراني بدأ كل يوم يستعيد 3 أو 4 نقاط أو كرة في محيط مدينة أوزيوم أو في قطاع خاركوف. وأيضا في جنوب أوكرانيا في خرسون القوات الأوكرانية أصبحت تقاتل واستعادت مساحة جيدة تعتبر. طب ماذا عن ميكولايف؟ يعني تابعنا الرئيس زيلينسكي زارها، وهي طبعا قريبة من خرسون التي سيطرت عليها روسيا. هل هناك أيضا من تخوف أن تقع ميكولايف تحت السيطرة الروسية أم من الصعب ذلك الآن؟ من الصعب جدا، لأن إحدى أقوى النقاط الدفاعية للجيش الأوكراني منذ بدء الحرب هي حدود مدينة نيكولايف. وأيضا زيارة الرئيس الأوكراني بالأمس إلى نيكولايف كانت زيارة قوية، خاصة أن تلك المدينة لا تزال تتعرض لقصف صاروخي بشكل يومي. وبعد مغادرة الرئيس الأوكراني بحوالي 2 ساعة تعرضت المدينة لقصف صاروخي، وسقطت يعني أحد الصواريخ في وسط مدينة نيكولايف. لكن عسكريا الجيش الأوكراني قوي، يعني وجوده قوي وملموس في مدينة أو في حدود مقاطعة نيكولايف، ويعرف الجيش الأوكراني أن سقوط الدفاعات في نيكولايف تعني خسارة أوكرانيا لشاطئها الجنوبي. وفي يعني قبل نهاية مداخلتي، بدأت هناك معالم مقاومة داخل مدينة خرسون. بالأمس كان هناك حالات طعن وحرق سيارات للجيش الروسي داخل مدينة خرسون. إلى حد ما هي بعيدة عن الإعلام، ولكن داخل الإعلام الأوكراني بدأ الحديث عن مقاومة شعبية داخل مدينة خرسون. شكرا لك من كراماتورسك الصحفي محمد البابا على هذه المشاركة معنا. فيما يتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وضع تايوان، يرى محللون أن الصين ليست بحاجة لاجتياح تايوان حتى تخضعها، بل يمكن أن تلجأ لسيناريوهات بديلة في حال دخلت في مواجهة مع هذه الجزيرة. أحد السيناريوهات هو في الهجوم على بعض جزر تايوان البعيدة عن الجزيرة الرئيسية كجزيرتي كينمن وماتسو على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة ساحل الصين الرئيسي. كما يمكن للصين أن تختار عدم مهاجمة الجزيرة الرئيسية واستخدام عمليات الضم للضغط الدبلوماسي والنفسي على تايبي. يمكن أيضا أن تفرض الصين إغلاقا جمركيا على تايوان، أي السيطرة بشكل فعال على الحدود الجوية والبحرية ومعاينة السفن والطائرات. قد تختار بكين أيضا فرض حصار كامل على مضيق تايوان، ما يمنع إدخال وإخراج أي شيء. يمكن لجيش الصين أيضا أن يلجأ إلى تنفيذ الضربات الجوية والصاروخية لتدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية الرئيسية، ما سيؤدي إلى شل دفاعات تايوان. تابع هذا الخبر العاجل على شاشة العربية. إنشاء أكبر منظمة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك بالشرق الأوسط في ميناء جدة. نشرتنا مستمرة، فيها بعد الفاصل. مصادر الإخوان تتحدث عن قيام السودان بتسليم 21 عنصرا من المطلوبين إلى مصر. بدء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وماكرون يبحث عن الأغلبية. الناتو يحذر من سنوات طويلة لحرب أوكرانيا، ولندن تدعو إلى دعم أوكرانيا بكافة المجالات.
المفاوضات الليبية في القاهرة تختتم اليوم، وويليامز تتحدث عن لمسات أخيرة للإطار الدستوري. مشاهد مسربة تظهر استمرار سياسات ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال رغم التنديد الدولي. أهلا بكم من جديد. نتابع من الشأن السوداني، حيث سلمت السلطات السودانية 21 عنصرا من جماعة الإخوان الهاربين والمقيمين على أراضيها إلى مصر. وذكرت حسابات لعناصر وقيادات تابعة لجماعة الإخوان أن السلطات السودانية قامت بتسليم عناصر الجماعة إلى الأجهزة الأمنية المصرية. أعلن منتسبو وزارة الداخلية في غرب ليبيا الانشقاق عن حكومة عبد الحميد دبيبة، مؤكدين دعمهم للحوار الليبي بين أبناء الشعب، مؤكدين التزامهم بقرارات المؤسسات الشرعية. خمسة، ندعم الحوار الليبي داخل أرض الوطن والمصالحة الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي. ستة، نؤكد على أن الجهات المنتخبة من قبل المواطن هي الجهات الشرعية الوحيدة المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ونرفض الحكومات الخارجية. وكان جهاز دعم الاستقرار في ليبيا أعلن إغلاق الساحل الغربي للبلاد من طرابلس وصولا إلى الحدود التونسية، وأشار الجهاز إلى أن الغلق يهدف إلى محاربة الهجرة غير المشروعة ومكافحة تهريب الوقود، بالإضافة إلى تجارة المخدرات. عقبات أساسية تواجه محادثات القاهرة، أبرزها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وشكل الدولة والجنسية، حيث يضغط أعضاء من مجلس الدولة لمنع ترشح القادة العسكريين والحاملين لجنسيات أجنبية لرئاسة ليبيا. في المقابل يبقى الانقسام الحاد بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها فتحي باشاغا، طاغيا على المشهد السياسي والدستور. رئيس مجلس الدولة خالد المشري لا يزال رافضا البحث في سبل دعم حكومة باشاغا مقابل دبيبة، لكن رغم تلك الخلافات أعلن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عقيل صالح أنه تم الاتفاق على 180 مادة، لافتا إلى أن العمل جار على عدد من المواد المتبقية من أجل الخروج بصياغة ترضي كافة الفرقاء. محاولات إنقاذ الموقف المتأزم في ليبيا تستمر أممية وأوروبية وأقليمية، رغم اتهام مراقبين للأطراف المتخاصمة بالتمركز خلف جبهات مصالحهم للبقاء في السلطة. متابعون ليبيون ينادون بضرورة إجراء انتخابات عبر إنجاز القاعدة الدستورية، ما سيسهل الاتفاق على مرحلة ما بعد انتهاء خريطة الطريق ومن ثم إنهاء الانقسام. الأزمة الليبية عالقة عند عدة ملفات، خلافات حول مواد الدستور الخاصة بملف الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة والبرلمان، أيضا الملف العسكري والأمني الذي يمنع أي تقدم خصوصا ما يتعلق بحل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة، إضافة لإخراج المرتزقة من كل مناطق ليبيا غربا وشرقا. فمخاوف العودة إلى المربع الصفر تتجاوز قلق السياسيين إلى قيادات اللجنة العسكرية المشتركة، حيث عبر قادة فيها عن حجم استيائهم من وضع الميليشيات والمرتزقة في البلاد. القاهرة استضافت مؤخراً اللجنة العسكرية المشتركة بكامل أعضائها لبحث كيفية استئناف أعمالها، بعدما أن علقتها احتجاجاً على إيقاف حكومة دبيبة رواتب جنود وضباط الجيش الوطني. وهذا خلاف آخر يتعلق بغياب التوزيع العادل لموارد الدولة، والذي يوقف حتى الآن ضخ النفط الليبي إلى الخارج. خلافات سابقت الأطراف الليبية الزمن لحلها أو التوافق حولها قبل أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لتطبيق خارطة الطريق التي تهدد بإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة. حنان المصري، العربية. من القاهرة ينضم إلي عبد الستار حتيتا، الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار، أهلا بكم معنا. ماذا يعني انشقاق منتسبي وزارة الداخلية من حكومة دبيبة؟ ماذا يجري؟ هو طبعا العدد ليس كبيرا والمنطقة ليست كبيرة، لكنها تقع في مكان مهم للغاية في غرب طرابلس.
طبعا هناك مدينة الزاوية في غرب طرابلس، هناك مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس، هي المنطقة التي أعلن فيها عن الانشقاق، تقع ما بين هاتين المدينتين إلى الغرب قليلا يعني من العاصمة الليبية. ينظر إلى المكان باعتبار أنه يعني تاريخيا يعني على الأقل خلال السنوات الأخيرة كان يراوح يعني ما بين الولاء لأي سلطة موالية للاستقرار وموالية لتوحيد الدولة الليبية وعدم الانقسام، يعني وما بين قوسين يوجد بينهم يعني من لديهم حنين للنظام السابق وما أشبه ذلك. يعني هي خلطة وطنية في نهاية المطاف. طب هم قالوا بأنهم يريدون الالتزام أو يريدون الالتحاق بقرارات الشرعية الصادرة عن المؤسسات الشرعية، من قصدوا بذلك؟ البرلمان وحكومة سيد بشاغة؟ نعم، هم طبعا يقصدون مجلس النواب والحكومة أو التي خرجت من مجلس النواب أو التي أقرها مجلس النواب وهي حكومة سيد فتحي بشاغة. يعني هذه المنطقة، وأعتقد أن لدي يعني مجاورة لها مناطق أخرى يمكن أن تؤدي تداعيات الفترة القادمة أو الأيام المقبلة إلى انشقاقات مماثلة. هذه المناطق لو نتذكر حين دخل الجيش الوطني الليبي في 2019 إلى طرابلس وإلى مناطق صرمان ومناطق في قريبة من الزاوية، كانت معظم هذه المناطق سهلة وكانت توالي الجيش الوطني الليبي ودفعت ثمنا باهظا بانسحاب الجيش الوطني الليبي بعد ذلك. لهذا أنا أعتقد أن المحور الموجود فيه القوات التابعة لوزارة الداخلية أو المنتسبين لوزارة الداخلية في غرب طرابلس هي منطقة يعني لديها علاقات لا يمكن الاطمئنان إليها من جانب عبد الحميد الدبيبة، خاصة مع موالاة السيد. طب كيف ستؤثر على مواقف وموقع دبيبة؟ أنا قلت يعني هذا التحرك يؤثر بالإيجاب على تحركات السيد أسامة الجويلي القيادي العسكري المعروف في جنوب غرب طرابلس، ويؤثر أيضا بالإيجاب على تحركات السيد النمروش الأمر العسكري للمنطقة الغرب منطقة غرب طرابلس والمسمى من حكومة الدبيبة. يعني هذا التحرك أنا في رأيي سيكون له تداعيات إيجابية لصالح حكومة فتحي بشاغة وتداعيات سلبية ضد حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام القليلة المقبلة. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن محادثات القاهرة التي ستختتم اليوم، كيف يمكن توصيفها؟ كيف يمكن أن نقيمها؟ البعض يعتبر بأنها يعني تخرج بأمال متواضعة. نعم، النقاط الخلافية ما زالت حتى الآن تراوح مكانها. هناك إصرار من جانب بعض الذين يشاركون في المباحثات في القاهرة من الليبيين، إصرار على إبعاد العسكريين، على إبعاد، وهذا أمر مهم في رأيي، إبعاد من صدر ضدهم أحكام حتى لو لم تكن نهائية. يعني في السابق كان الذي يحول دون الترشح للرئاسة من صدر ضده حكم نهائي وبات وعدم يعني، وهناك شروط أخرى تعجيزية في السابق، لكن في الوقت الحالي المجموعة التي تتفاوض خاصة من شمال غرب ليبيا المحسوبة على مجلس الدولة تريد أن تتشدد في هذا البند وتجعل أي قضية معروضة أمام المحاكم تجعل صاحبها غير قادر على خوض انتخابات الرئاسة. يعني لو هناك شخص لا تريد له أن يدخل انتخابات الرئاسة عليك أن تستهدفه منذ الآن برفع دعاوى قضائية واستصدار أحكام بحقه قبل أن يستأنف وقبل حتى أن يحصل على حكم نهائي، وحتى لو حصل على حكم نهائي وبات لن تتمكن أو لن يتمكن من القيام باتخاذ إجراءات لرد الشرف، يعني كما هو موجود في معظم دساتير الدنيا. يعني من يصدر ضده حكم يستطيع بعد عدد معين من السنوات أن يستعيد شرفه وبالتالي يستعيد ممارسة العمل السياسي. ما يجري الآن هي مزيد من التعقيدات التي تحول دون الترشح وهو بيت القصيد في كل التعديلات. طب سيدة ويليامز قالت بأن الإطار الدستوري أصبح في لمساته الأخيرة، ماذا بعده بإيجاز لو سمحت؟
في لمساتي الأخيرة، لأنه نظريا وعلى الورق حوالي 180 مادة أو أكثر أو 80% من المواد تم التوافق عليها. المواد المتبقية هي مواد خلافية أساسا، يعني هي التي تدير الخلافات منذ سنوات حتى يومنا هذا، وأعتقد أنه سيكون من الصعب التوصل إلى التفاهمات، أو سيكون هناك نوع من الضغط لإجبار المتفاوضين على الخروج يعني بتوافق ما وصياغة يعني لا حل قريب للأزمة جعلت هذا التوافق على الدخل الليبي. لا يبدو ذلك أعتقد، يعني القوى التي تدعم أطراف مختلفة في ليبيا كل منها يعمل بشكل قوي وبشكل حثيث ويناور ويلف ويدور من أجل تحقيق مكاسب لصالحها، والضحية هم الأخوة الليبيين. نعم. عبد الستار حتيتا الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، نشكرك على المشاركة معنا. في دليل جديد على جرائم ميليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن، نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مشاهد من المعسكرات التي استحدثتها الميليشيات لاستدراج وتجنيد وتدريب الأطفال، حيث تظهر المشاهد قيام الأطفال بترديد شعارات عسكرية والتدرب على القتال رغم أنهم لم يتجاوزوا العاشرة من عمرهم. نتابع. من الرياض ينضم إلي المحلل السياسي اليمني منى المطر. أستاذ منى، أهلا بك معنا. هذه المعسكرات ليست جديدة، ولكن ماذا نعرف عن هذه الصور التي شاهدناها منذ قليل؟ ماذا عن هذا المعسكر؟ هل هو جديد؟ هل هو مستحدث؟ أين؟ في أي منطقة في اليمن؟ نعم، هذا المعسكر هو في صنعاء وليس معسكرا جديدا، بل يعني هو استخدم من وقت سابق لتجنيد الأطفال واستقطابهم من المدارس، خصوصا في فترات بعد انتهاء العام الدراسي نهاية الاختبارات، يتم حث الأهالي والطلاب أيضا أنهم يلتحقوا بمعسكرات في دورات صيفية في ما يسمى بالعطلة الصيفية، حتى تحت دعاوى أنها مخيمات رياضية ومخيمات لتنشيط الطلاب، لكن في النهاية هو يتم استقطابهم وتحويلهم إلى جنود مستقبليين للميليشيات الحوثية. طب رغم التنديد الدولي هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة، أين الحل أستاذ مانع؟ من سيحمي هؤلاء الأطفال؟ نعم، هي ليست فقط مستمرة، بل أنها في فترة الهدنة زادت من وتيرة التجنيد للأطفال، لأن هناك حالة خفض تصعيد في الجبهات، وبالتالي الميليشيات الحوثية حولت طاقاتها وجهدها نحو التجنيد لمرحلة مستقبلية تعد لها لكي تكون هناك حرب قادمة ووتيرة تصعيد أعلى في المستقبل، لهذا هي رفعت وتيرة التجنيد في هذه المرحلة. طبعا ليس كل هؤلاء الذين يتم تجنيدهم سيذهبوا إلى المعارك، لكنها ستختار منهم من ترى أنه يصلح بالنسبة لها، ومن لا يستطيع أهله المطالبة به، ومن يستطيع أيضا إجبار أهله على أن يبقى ابنهم كجندي في معسكرات الميليشيات الحوثية، وهؤلاء أعداد ستكون كبيرة للأسف الشديد، ويحتاجوا فعلا إلى حماية. المجتمع الدولي مطالب بمزيد من الضغوط على هذا الأمر، الحكومة اليمنية أيضا مطالبة بتبني خطاب يشجع الأهالي على رفض على أن يرفضوا مثل هذه الممارسات. ولكن هل هي قادرة على التأثير فقط الحكومة اليمنية؟ يعني أين أيضا المنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية التي تعنى بحقوق الطفل؟ كيف يجب عليها أن تتحرك تجاه ذلك؟ للأسف هناك منظمات تعمل داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ولكنها لا تنقل الحقيقة كما هي على أرض الواقع، بل تتجاهل هذا الأمر، وهناك حالة من التعارف لدى هذه المنظمات والتماهي مع جرائم الميليشيات الحوثية ضد الطفولة وضد النشء. بالنسبة للحكومة هي مسألة التأثير، هي لا تستطيع أن تجبر الناس الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على منع أبنائهم من الالتحاق بمعسكرات تجنيد الميليشيات الحوثية، لكن أيضا هي بإمكانها أن تتبنى خطابا إعلاميا
مركزا ومكثفا في توعية الناس بمخاطر الزج بأبنائهم في أتون هذه الحرب التي اختارها الحوثي لليمنيين. شكرا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني مناع المطري. جدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحذير إيران من محاولة استهداف إسرائيليين في تركيا، وأوضح غانتس أن خلايا إيرانية تسعى إلى تنفيذ هجوم وشيك لقتل أو اختطاف إسرائيليين يزورون اسطنبول للسياحة. كما جدد في تغريدة على تويتر دعوة إسرائيل لجميع مواطنيها في تركيا للانصياع لتعليمات قوات الأمن. بعد هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق يبرز تحد آخر يتعلق بعائلات مقتلي هذا التنظيم وكيفية إعادة دمجهم في المجتمع، حيث تواجه تلك العائلات باتهامات بالمسؤولية عن جرائم داعش تارة أو يتهمون بأنهم سيعودون للتطرف يوما ما، وهو ما يعيق عودتهم للحياة الطبيعية. كاميرا العربية قابلت عددا من تلك العائلات ورصدت المشهد. نتابع. ضحايا داعش ليس فقط الذين قتلوا على أيدي التنظيم، بل هم عائلاتهم وأطفالهم الذين تركوهم خلفهم بعد اندثار التنظيم في العراق وسوريا. فعائلات داعش خاصة النساء والأطفال يعيشون في مخيمات منذ سنوات، بعضهن ومن بينهن فاطمة المعروفة باسم أم محمد كانت تقيم وأطفالها بمخيم الهول لعامين، انتقلت بعدها عن طريق التهريب إلى ريف إدلب. تحدثت للعربية عن طبيعة الحياة في المخيمات. الوضع صعب وورائي تشقفت من الطيارة وما ضل عندي وراء أني سجل أولادي بالمدرسة، ووضعهم كتير تعبان. أولادي بروحوا بلمونا اليوم يعني ليقدمونا وليجيبوا لي يعني على البيت، ويأكلوا هالأطفال ما عندهم شيء يعني، حتى لبس ما عندهم يعني، أكل ما في، خبز ما في. عائلات أخرى من تنظيم داعش العائدة إلى مدينة الرقة السورية تواجه أيضا صعوبة في التعايش بسبب علاقتها بالتنظيم، فأغلب العائدين من مخيم الهول بموجب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء العشائر يعانون مشاكل اجتماعية شمال شرقي سوريا. نعمل على مساعدة العائلات العائدة من مخيم الهول على الاندماج في مجتمعاتها، لكن المهمة صعبة. بعض عائلات داعش وحسب شهود عيان باتت تتحدث عن صعوبة نسيان الماضي وما يربطها بالتنظيم بسبب عدم ترحيب الأهالي بعودتهم. كان يقول أهلين 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 بالدواعشة، راح أمعبي خالص، إنه هم يخلونا نرجع لورا، نفكر بالتفكير لورا. بعض سكان الرقة يلقون باللوم على العائدين من مخيم الهول بأنهم يخشون التعامل مع الأهالي وسط مخاوف من إمكانية عودتهم إلى التطرف من جديد. صوت موظفون في متاجر أبل على تأسيس نقابة في ولاية ميريلاند الأمريكية، إذ حظي القرار بتأييد 65 موظفا من بين 110 مؤهلين للاقتراع. يعتبر هذا أول تحرك نقابي للموظفين في متاجر أبل وفق تقرير نشره موقع ذا فيرج، ويأتي بدفع من موظفين في أبل أطلقوا على أنفسهم اسم أبل كور لتوسيع حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو المقابل المادي الذي يتقاضونه. مع تصاعد العقوبات على روسيا، أفاد وزير الصناعة الروسي بأنه لا يستبعد إعادة إحياء سيارتي فولغا وبوبيدا اللتين كانتا تصنعان في الحقبة السوفيتية، وإعادة طرحهما في الأسواق المحلية والعالمية. لمزيد عن أخبار الاقتصاد نذهب إلى الزميلة لارا حبيب. تفضلي لارا. شكرا ميسون.
مشاهدينا أهلا وسهلا بكم. إذن تراجعات قوية نراها اليوم في أسواق الخليج وخاصة سوق الأسهم السعودية التي تسجل تراجعات بأكثر من 3%. وصلت الخسائر اليوم إلى حدود 4%، وصلت إلى 3.8% خلال التداولات. تأتي هذه التراجعات في ظل خسائر قوية سجلت يوم الجمعة على أسعار النفط، لأنه في مخاوف بأن الطلب قد يتأثر من جراء إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة ركود. عم بتحدث هنا عن الاقتصاد الأمريكي وأيضا تباطؤ بالاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل رفع متسارع بأسعار الفائدة. ها هي الأسعار: برنت عند $113، ونايمكس ينهي الأسبوع عند $109، وهذه أول خسائر أسبوعية بأسعار النفط منذ 8 أسابيع. تراجعات وصلت إلى 9% على نايمكس، وعلى برنت 7% من التراجع. إذا لنعود إلى سوق الأسهم السعودية. أكيد وطأة هذه الخسائر انعكست على أسواق المنطقة. سوق الأسهم السعودية متراجعة، 3 شركات فقط فيها ارتفاع اليوم على مؤشر السوق، من ضمنها شاكر، سهم مرتفع ب 1.4% بعد قيام الشركة بتقليص الخسائر المتراكمة إلى الصفر، لأنه خفضت رأس مالها من 630 مليون إلى 482 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة. المراكز تعلن عن إنشاء شركة مع شركة الوطنية للإسكان من أجل أعمار مول بالرياض، وقيمة رأس مال هالشركة 130 مليون ريال، قيمة العمار 260 مليون ريال، وأيضا قيمة استئجار الأرض من الوطنية للإسكان اللي رح ينبني عليها المول حوالي 340 مليون ريال. وعم تتوقع إيرادات بعد البداية الفعلية إلى للمول ووصوله إلى مرحلة النضج، بتتوقع إيرادات سنوية بحدود 50 مليون ريال. أكيد اليوم نتابع الحركة أيضا على سهم سابك، تعلن عن توزيعات نقدية عن النصف الأول مثل توزيعات النصف الثاني من العام الماضي، ولكن أعلى من توزيعات النصف الأول. هي توزع ريالين و25 هللة باستحقاق بتاريخ استحقاق 11 سبتمبر. السهم اليوم على تراجع ب 2%، تراجعات لكل أسهم المواد الأساسية اليوم دون استثناء. اسمنت ينبع أيضا من ضمن 2.5% من الخسائر، والبنوك ضعيفة بقوة في جلسة اليوم، والاتصالات أيضا خسائر قوية. لا ننسى بأن الأسواق الأمريكية كان أسبوع صعب جدا على ليس فقط الأسواق الأمريكية بل كل الأسواق العالمية، إثر قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة الفيدرالي ب 75 نقطة أساس، أعلى رفع منذ العام 1994 في محاولة لكبح التضخم الذي يصل إلى مستويات هي الأعلى في الولايات المتحدة منذ 40 عام. مشاهدينا لنعود إلى ميسون الآن لمتابعة النشرة. شكرا لارا. الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في العراق لا يؤثران على البشر وحسب، فقد شهدت الصحراء العراقية نفوق أعداد كبيرة من غزلان الريم النادرة في محمية ساوة جنوب البلاد، وسط دعوات للحكومة بحمايتها. باحثة عن عشب تأكله وعن ماء تشربه ولا تجد، إنها غزلان الريم في محمية ساوة في جنوب العراق، التي انخفض عددها من 148 إلى 87 رأسا في شهر واحد فقط، بعد انقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات النادرة وغياب الدعم الحكومي. بعد توقف تجهيز الأعلاف حدثت لدينا هلاكات، بدأت الهلاكات في يوم 29/4/2022، استمرت الهلاكات إلى منتصف أو الثلث الأخير من الشهر الخامس، بلغ عدد الهلاكات 61 رأس، القطيع المتبقي عدده الآن 87 رأس غزال ريم عراقي. وسط الصحراء في المحمية تبعثر ما بقي من هذه الغزلان البنية ذات القرون الرفيعة والوبر الناعم، وسط أرض جرداء جفت نتيجة شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية، حيث يعد العراق واحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم. هذا الموسم بسبب قلة تساقط الأمطار بل شبه انعدامها أدى إلى عدم نمو أي نبات طبيعي على أرض المحمية. لطالما ارتبطت غزلان الريم تاريخيا بالصحراء العراقية، فضلا عن توزعها في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا ومصر والجزائر،
وهي حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيوانات مهددة بالانقراض. نذكر بالعناوين: بدء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية وماكرون يبحث عن الأغلبية. الناتو يحذر من سنوات طويلة لحرب أوكرانيا ولندن تدعو إلى دعم أوكرانيا بكافة المجالات. المفاوضات الليبية في القاهرة تختتم اليوم وويليامز تتحدث عن لمسات أخيرة للإطار الدستوري. مشاهد مسربة تظهر استمرار سياسات ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال رغم التنديد الدولي. دائما لمتابعة العديد من ملفات العربية والمزيد من الأخبار والتحليلات على موقعنا العربية.net ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله. Thank you.